بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. سلام الله عليكم احبابي في الله. في هذا الدرس الجديد على قناتكم حلف 981 في الاثنين، سوف نتعرف في هذا الدرس كيف تقوم بتثبيت الويندوز 6 على هاتفك الاندرويد كنظام تشغيل، يعني كانك قمت بتثبيته مثلا على الحاسوب تستعمله كنظام تشغيل وليس كشكل. بالتالي سوف تحتاج حتى اختصر هذا التطبيق الذي يدعى ليمبو بي سي ايمولاتور كما تشاهدون، ثم سوف تختار ايضا سوف تحتاج عفوا ايضا الى نسخه الويندوز 6 بي يعني لتحميلها، سوف اضع لكم الرابط اسفل الفيديو. طيب الحين يعني بعد ان قمت بتثبيت اولا هذا التطبيق سوف تقوم بفتحه، ثم يعني سوف نختار هنا في الخيار الاول كما سوف تشاهدون الخيار الاول نقوم بالضغط على نيو هنا، ثم تقوم بكتابة يعني النسخة التي تريد تثبيتها من بالتالي فسوف تقوم بكتابة ويندوز اكس بي علي وضعت بي بي لان قمت بكتابة من قبل يعني ثبتها من قبل، بالتالي علي سوف تقوم بكتابة ويندوز اكس بي اضغط على كريات كما تشاهدون، ثم في الخيار الثالث هنا نختار هذا الخيار كما تشاهدون، ثم يعني في نوع المعالج في الخيار الاول هنا في سي بي او يعني موديل يعني نختار كيمو 32 كما تشاهدون، ثم في الخيار الثاني نختار الأربعة كما تشاهدون، وفي الرام ميموري نعطيه يعني مساحة، سوف اختار مساحة معينة علينا في الخيار الثالث كما تشاهدون، سوف أعطي مثلا 328 هذا على حسب يعني الهاتف مساحة الرام الموجودة في هاتفك. ثم الحين كمرحلة أخيرة نقوم بالنزول إلى الأسفل لغاية هارد ديسك A كما تشاهدون هنا أمامها مباشرة هارد ديسك A، نقوم بالضغط هنا ثم نقوم بالضغط على Open لاختيار نسخة الويندوز 6 بي كما سوف تشاهدون، نبحث عليه في المسار الذي قمنا بحفظها فيه يعني في حالتنا شخصيا موجودة هنا مباشرة نسخة الويندوز 6 بي ايميج كما تشاهدون، سوف تجدون الرابط اسفل الفيديو لتحميلها كما تشاهدون تم اختيارها. الحين بعد عمل هذه الخطوات فقط نضغط على ستارت لتشغيل الويندوز 6 بي على هاتفنا الاندرويد احبابي في الله. تشغيله كنظام كما ذكرت يعني كنظام تشغيل يعني وليس كشكل، تريد تستطيع يعني عمل عليه مجموعة من الأشياء. ننتظر فقط لحين ما يظهر لنا اللوجو كما تشاهدون الخاص بالويندوز 6 بي، ثم سوف يتم تسجيل الدخول إليه. طيب الحين بعد تشغيل الويندوز 6 بي تطلع لك يعني نافذه على اساس تثبيت درايفر علين، سوف نقوم مثلا بالضغط على ستارت كما تشاهدون. اذكر بانه من المستحب مثلا استعمال سهم الماوس يعني او الماوس يعني باستعمال كيبل اوتيخ الذي شرحناه من قبل لكي تتحكم بشكل جيد يعني بجميع الاشياء، وأذكر بأنه في الأول يكون نوعا ما بطيء لكن مع الاستعمال يتم يعني يكون هناك سريع نوعا ما أحباب في الله. هذه الطريقة يمكن لك الدخول إلى الإنترنت إلى غير ذلك، فهذه الطريقة التي أود شرحها لكم في هذا الفيديو. بطبيعة الحال يمكن لك الخروج وعمل أي شيء على هاتفك إذا كنت تريد ذلك. كان هذا كل شيء أحباب في الله، إذا عجبك الدرس لا تنسى الضغط على اللايك ومشاركتي مع أصدقائك، وأراك إن شاء الله في مواضيع جديدة. لا تنسى دائما زيارتنا على موقعنا دول الفيديو لبونتيكلا5.com والإيميل لصفحتنا على الفيسبوك facebook.com/حلف981 فولا، أيضا لا تنسى الاشتراك في قناتي حتى يصلك دائما جديد الفيديوهات. في أمان الله.